مرض المزمن، كل ما هو ليس له سبب علمي واضح وليس له تفسير، مجرد نظريات، علاجه اكل سعادتك. ممنوعات مسموحات. يعني انا علاجي الامتناع، علاجي الامتناع، انا بمنع عشان اصلح، بمنع عشان اصلح، بصوم عشان اصلح. اهم حاجه في نظامنا السر الاصيل الانقطاع، كل واشرب وقوم. انت فاهم اي اكل انت بتدخله جسم حضرتك بيتعرض على منظومه تانية. انا يا استاذنا كل اللي عملته خليت الاكل اللي بتاكله سهل الوصول للدم، جسمك هو اللي هيرد عليا بقى. لو حاجه دي مضره هيقول لي مضره، جسمك هيسخن ويفور. ما انا منعت السمك البوري بعد ما حصل فيا انا 2 اتاك الموسم اللي فات ده. السمك البوري مع انه سمك لكن واكل وحش، مع انه سمك لكن واكل وحش. خلاص يا جماعه، اي حاجه بتاكل حاجه وحشه، سمك المزارع كله وحش ليه؟ بياكلوه حاجه اسمها سبله، و سبله وفضلات الفراخ. ماشي، اللحمه باكلها كل 5 ايام. لان حته اللحمه دي، الحته ال 100 جرام اللي انت بتقول 100 جرام لازم تتكسر لامينو اسيد. البلوكات الصغيرة دي هتكسرها ازاي؟ لازم تتفرم في المعدة بالسنان والمعدة، وبعد كده تخش على الأمعاء سليم أو جاهز. أنت ما بتعرفش تعمل كده كل يوم، ما تستحملش معدتك، ما تستحملش كل يوم لحمة أصلاً. واللحمة والبروتين من أصعب ما يهضم. عشان كده أنا حتى حطيت الكندوز واللحمة البقري أقل لحمة مسموحة. يعني بص، هو خلاص الفراخ خلاص هو دوكيومنتد عندي، خلاص زي ما الخضار هيعمل ليمفوسايتوزيس، الفراخ هتعمل بانيك اتاكس وهتعمل اعراض نفسيه. لكن انا بقى ايه عمل ايه ما اعرفش، الفراخ فيها ايه بيعمل كده ما اعرفش، هل مشكلتها في هرموناتها ما اعرفش، ما اعرفش هل هو الكائن، لكن هو الكائن نفسه ده كلحمه ما تتاكلش اصلا. واخد بالك حضرتك ولا مش فاهم كلامي؟ يعني هو كلحمه مش فت لحضرتك، مش سيوتبل لجسم حضرتك، مش هتتهضم جوه معده حضرتك ده مبدئيا. فلازم تخلي معاها، بص انا شفت مع الفراخ اتاكس هرمونال، الدوره بتتلخبط في نفس اليوم في نفس الساعه بعد الاكل. بالليل احلام وكوابيس، بانيك اتاكس، كل ده من ورا الفراخ. من ورا الفراخ، ايوه من ورا الفراخ. ومانع الدواجن ان شاء الله حتى يكون نعام، الكيلو بتاعها بكذا مش عايز. اتفقنا؟ العيش البلدي، الشامي، السوري، الفين، الفرنساوي، الكايزر، الباتي با، والصاج، والشامي، والرايس كيك، والعيش الشمس، كل دول يعملوا الدقيق بس. الدقيق بس قادر ان هو يهيج جهاز مناعه حضرتك. اصل انت جهاز مناعتك انت فاكره ايه؟ يعني شويه نقط كده؟ لا، دي خلايا، والخليه طول ما هي مش اكتف مدوره ومقفوله، مجرد ما تشم ريحه التوكسين، ريحه السم اللي انت بتديه لها، بتفتح ايديها وبتبدا تمشي بالكريم على الخلايا الثانيه، بتشمش مع اللي انت عملته. كل مره بتدخل فيها الدقيق جسمك بيرد عليك وقتي، لان الدقيق بيعرف يقلب جهاز مناعتك ويخلي خلاياك متعفرطه. الهبات الساخنه الهوت فلاشز من ورا الدقيق، تصلب الشرايين من ورا الدقيق. توست قمح، توست يعني قمح، ولا توست رز ولا رايس يعني، ولا توست لوز ولا توست عدس ولا التقليد. يعني موضوع البليله ماشي ناكلها بس مش كتير، قشرتها صعبه، قشرتها صعبه. يعني حتى الرمان اكله وارمي القشر او اشربه عصير متصفر. حتى الناس زمان ما كانوش بياكلوا التلبينه على طول، يعني هو الاصل في القمح انت تاكل عيش، لانه هو قشرته فيها حته شبه الازاز دي، مش عايزها ناشفه قوي القشره بتاعته. انا عايز من قشرته الناعم جانب الجنين اللي جوه سليم. خلي بالك الرده دلوقتي واضح ان الموضوع فيه تجاره، فكل الناس اللي بتاكل رده متبهدلين. ها، والشوفان ممنوع.
ومنتجات الشوفان ممنوعه ودي الذره ممنوع. خلاص اضراره، انت مش مخلوق تاكل خضار من اساسه، يعني انت الخضار انت كبني ادم مش مؤهل لهضمه من اصله. وسبق وقلت وانا هعملها تجربه عملي، هجيب البقدونس والخضار والجرجير واضربهم في الخلاط وهقولهم لك ايه، مش عمرهم ما هيدوبوا، دول ما يدوبوش ما يتاكلوش. شفت عين جايبين ادويه كلوروفيل ودافعين فيها مبالغ ما مالوش لازم. كلوروفيل ايه؟ انت ملاش كلوروفيل اصلا، انت بني ادم عندك هيموجلوبين ودم مش كلوروفيل. ما بتعرفش تعمل بناء ضوئي يطلع في الشمس، مش هتطلع بناء ضوئي. انت النبات منتج، انت مستهلك. النبات منتج، انت مستهلك. انت فاهمني؟ فانت يوم ما تاكل تاكل ثمار هذا النبات، ما تاكلش هذا النبات اصلا. وسبق وقلت اللي بيتكلموا دين وبيتكلموا في البتاع الحته دي، ربنا قال لك في سوره النبأ فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، أخرج حاجتين حبا ونباتا. ورجع قال لك في سورة ياسين أولم يروا إلى الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعني الحب اللي أنا هاكله يا ربي. طيب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. ما قالش جرجيره بقى ولا ورقه ولا خضرته ولا عدسه ولا الكلام الفارغ ده، ما تضحكش على نفسك بقى. يبقى حبا فمنه ياكلون، خلاص يبقى الحبوب اصل الاكل. وبعد كده فاكهه تحلي بقى ونخل تجيب منه تمر وبتاع، يعني ارشدك ما سبكش عمياني. خلاص ارشدك يعني. وبعد كده رجع قال لك سبحان الله يعني والحب وذو العصف والريحان، اقسم بيه يرجع يقول لك ربنا فاطر السماوات والارض ان الله منتقم الجبار، يقول لك وما استكبرش يقول ان الله فالق الحب والنوى. اعجازه هنا، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. اعجازه هنا، الحاجه الوحيده اللي حيه عندك كامله هي الحبوب والبقول. بس هو بقى ما سابكش برضه حيران، جه على البقول وقال لك عليها لا مش حلو، متعبه مرهقه. وانا اتكلمت في البقول قبل كده، هم حطوا البسله والفول اللي مش عارف ايه هنا، انا من زمان بقول وبوسطات القديمه تتكلم، احنا الفول اصلا والبقوليات اعدائنا، اعدائنا حرفيا. اوكسيدة ستريس من بتاع بلاد بره اللي هو اسمه ضغط تاكسودي، جذور اكسجين حره بالعبيط لا تتخيلها، سعادتك من وراء اكله البقوليات، عدس فاصوليا لوبيا فول قاتلين. وحط بقى البسله جزر وكمل على علينا كلنا بقى. لا دي مش حبوب كامله، الحبه الكامله دول 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 جنينهم في الفرقتين، يعني ما فيش قشرتها كده ما بقتش حبه كامله، فانا قشرتها اصلا مضره. الفول بقى بيجيب سرطان، قشرته دي ما بتتهضمش اصلا، بجيب لكمه في الحيوانات مش هجيب لك انت. ماشي. لا ورق العنب بيعمل امساك، اكيد هو كان ورق عنب يا يوسف. خلاص بص معاليك، الورقه دي هي ورقه، لو لقيتها كده حطيت فيها شوية رز كده، الورقة دي حطيت فيها شوية رز وكلتهم هتبقى كويسة. لا ليه بقى كويسة؟ لأن دي لو حطها في شوية مية، شوية مية هتتبل وتفوت وتخلص وتدوب، والرز اللي جواها هيتكشف لي وهعرف أكله. لكن ورق العنب ما بيدوبش، ورق العنب ما بيدوبش. خلاص يعني الكرومب ده ماده قاتله، مخرجاتها زفت، ده بيعمل غازات غير تمام بالمره. خلاص فلسفه الاكل، فلسفه الاكل انت كل اللي بتاكله حي
حي او جزء من حي، او افراز حي، لبن افراز حي، فاكهه كانت حي، لحمه جزء من حي، عيش كان حي. الوحيد الميت اللي بتشربه وبتاكله هو الميه، عشان اللي بيشرب ميه بيموت، واللي بيحط ميه كتير على النبات بيموت، مع ان النبات ممكن ياخد الميه اللي عايزها زي ما احنا بنفكر، ياخد اللي هو عايزه والباقي يعمله ويطلعه بخار في النتح او الاسبريشن بتاعه في التنفس بتاعه، ما بيحصلش بيموت. بيموت. النبات بيموت، واللي بيشرب ميه كتير بيموت، واللي بيشرب ميه كتير تحت عينيه بيسود وكبده بيهبط. الميه بتكسر سايكل الصيام. ليه؟ لانها ميه بتخش بتغسل المعده والقولون وبتاخد بقايا الاكل والبكتيريا من بق سعادتك وبتنزل في المعده، بتفرز عليها حمض من اول وجديد وعصاره معديه من اول وجديد، فبتتعامل معامله محترمه. تلف لفتها في المعده وتاخدها وتنزل، تمشي بخلايا من اول وجديد وتعدي على الامعاء ويتم امتصاصها. فاللي دخل ما دخلش بسهوله، عشان كده النبي حتى موصى عليها وقال لك فاشربوا الماء او افطروا عليه فانه طهور، ما قالش مفيد ولا مغذي، ولا عمر ربنا قال لك ده مغذي، ولا عمر ربنا قيم الميه في حاجه خالص. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ده اعجاز، خلقت لك من الجماد حي. فاسقيناكموه وزلتك انت بقى حي، ده انت ملك الكون وبتروح تشرب البتاع الجماد دي. صودا ايه؟ صودا بتموت. الصودا ارتجاع، الصودا سميه في الجسم، الصودا حموضه في الدم، الصودا تاكل في العظم، الصودا الام في المفاصل، الصودا عدم تخلص من سموم. اعرف بعد ما تاكل تشرب الصودا النهارده 24 ساعه جسمك ما بيفرزش سموم بره. خلاص؟ بس.